النجاح الا سولتك انت بالنسبه لك شنو هو النجاح ولا سولتك كاع الطاقم اللي معنا كل واحد غيفسر تفسير النجاح بارا. مثلا كتلقى واحد تيقول لك انا بالنسبه لي النجاح وانا تكون عندي عائله دار صغيره وطوموبيل وعايش مزيان هذا النجاح الخاص به هو الا سولتينا عن النجاح نقدر نقول لك انا مثلا نكون عالم ولا نكون طبيب ولا نكون بالنسبه لي داك هو النجاح بالنسبه لاميمه وكذلك اي واحد كيعني ليه النجاح واحد الحاجه اللي هي خاصه دونك نعم. النجاح واحد الحاجه اللي هي خاصه جدا ما يمكنش نعم. ندخلوا فيها ما يمكنش انا نجي نحدد النجاح ديالك انت ولا النجاح الاخر دونك النجاح كنحددو انا على حسب الرؤيه ديالي على حسب الشخصيه ديالي على حسب الطموحات والاهداف المستقبليه ديالي صح ولكن هادشي تكلمتي على النجاح كما قلتي هذاك نتايا ولكن نعم. في المجتمع ديالنا حنا عارفين شنو السائد اللي كاين سكو عندنا النجاح عنده واحد الكادر واحد طريق معينه اللي الوالدين كاملين تقريبا كيبغيو ولادهم يمشيو فيها تمام دابا حنا انا راك عارف شنو هي ديك الطريق ولكن خليك انت تفسرها لينا اكثر كيف ما قلت انا عطيتكم دابا تفسير النجاح العامي اللي معروف في سائر العالم اللي سولتيه يقول لك هذا هو النجاح متعلق بكل فرد لكن فاش كنجيو للمجتمع كنلقاو على ان المجتمع كيأثر النجاح الا ما قريتيش الا ما وليتيش طبيب ولا مهندس ولا بيلوت نعم وهذا الشيء هذا واحد الخطا اللي ما يمكنش حنا نجيو نحكموا كتجي كتلقى الام هي اللي كتختار بلاصه ولدها كتقول له لا دير هذا التوجيه هذا ولا دير هذا التوجيه ولا با كيفرض عليه ما يمكنش انت الا ما حققتيش كتلقى الاب ما حققش داك الحلم ديالو بغى يحققو في ولدو وهنا كيهرس له الشخصيه ديالو علاش انت ما قدرتيش تحققو خلي ولدك يحقق داك الشيء اللي بغى ماشي انت تكون واحد السبب في انه ما يحقق داك الشيء اللي باغي ومن بعد حتى هو يولي يطمح انه يحقق حلمه في ولادو وتبقى واحد السلسله اللي ما كتساليش وهادشي اللي ما بغيناش نوقعوا فيه دونك النجاح هو واحد الحاجه فرديه حنا الا كان شي حاجه خصنا نديرو هو نعاون ولادنا باش يكتشفوا شنو هو النجاح بالنسبه لهم ونعاونهم باش يحققوا داك النجاح ويوصلوا له